والان ننتقل الى ضيفنا الذي ينضم الينا من العاصمه الجزائريه السيد عبد العزيز رحابي وزير الاعلام الجزائري السابق والدبلوماسي ايضا الجزائري مساء الخير استاذ عبد العزيز هل الجزائر مستعده وجاهزه للاستحقاق الرئاسي غدا؟ هي جاهزه ولكن سيجري هذا الاستحقاق في ظروف غير عاديه لان ممكن كسابقه كذلك في تاريخ الجزائر هناك رئيس مترشح ولكن غائب عن الساحة وينوب عليه ستة أو سبعة مترشحين م. وهناك كانت حملة كذلك انتخابية شيئا ما تكاثرت فيها أكثر فيها التراشق اللفظي وتعرف الحملة الانتخابية في الرئاسيات في الجزائر دائما حادة وصعبة لأن رئيس الجمهورية عنده كل الصلاحيات تعرف النظام الجزائري نظام رئاسي محض فلذلك كل الرهانات وكل المصالح تجري حول الانتخابات الرئاسية هل هل تقصد ان الرئيس الجزائري يعني هل يفهم بان الرئيس الجزائري استخدم وسائل الدوله وامكانات الدوله في حملته الانتخابيه للوصول الى الرئاسه لمره رابعه؟ اكيد اكيد انه استعمل الحكومه استعمل رئاسه الجمهوريه استعمل الحكومه رئيس الحكومه قبل ثلاث اسابيع الان هو مدير حملته الوزراء رئيس الحكومه في استقال في واقع الامر و... و... وست... واستلم ذلك المنصب بعد استقالته من رئاسه الحكومه سيد عبد الملك سلال قبل قبل ش... قبل شهر فقط قبل شهر فقط لا. ولكن كل حكومه تشارك الان في الانتخابات وتقوم بحملات وتتدخل في في النقاش وصلنا الى حد وان رئيس وزير التربيه قال لنا في التلفزيون ان اذا سقط المطر هذا بفضل الرئيس بوتفليقه واذا ارتفع سعر البترول هذا بفضل رئيس بوتفليقه واحنا نكلف هذا الوزير بتعليم ابنائنا يعني 800 مليون جزائري يروح يومين للمدارس ف ادخل في في الحمله الانتخابيه مفاهيم لا صله لها بالمناهج التربويه كل الحكومه آه الان آه داخله في الحمله الانتخابيه طيب سيد بوتفليقه في رساله هذه وجهها إلى... في آن واحد. نعم سيد بوتفليقه في رسالته التي وجهها للشعب الجزائري يوم امس قال دعهم اولا للمشاركه بكثافه في الانتخابات وقال ان هذه الانتخابات المشاركه ستكون ام الشعائر الوطنيه كما قال هو امس هل يراها المواطن الجزائري البسيط فعلا كذلك هو قبل ثلاث سنوات في الانتخابات البرلمانية عندما لاحظ بأن الجزائريين ما يصوتوش بقوة قال أن الانتخابات البرلمانية هذه الرمز تاعها أقوى من رمز ثورة التحرير فبالتالي أعتقد أن التوظيف والتهريج والتكبير اليوم هذا من شأنه فقط أنه الجزائري يصوت هو يعرف يدرك أن الشعب الجزائري لا يصوت في انتخابات عندما يعرف أنها محسومه من قبل فلذلك احنا نعتبر ان حتى المعارضه تعتبر ان الجزائريين لازم يشاركوا باش ما يسمحوش للسلطه انها تزور بكل حريه هذه الانتخابات. طيب كما قلت الرئيس الحالي طالب او دعا الشعب الى المشاركه في الانتخابات، المعارضه ايضا ومنافسوه المرشحون ايضا يطالبون بمشاركه قويه هل سيستجيب الشارع الجزائري سواء للرئيس او لمنافسيه ويذهبون الى صناديق الاقتراع غدا؟ هذا صعب 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 التكهن به اليوم هو نلاحظ ان بعض المترشحين زي علي بن فليس كانت عندهم حمله انتخابيه قويه مهرجانات فيها حضور كبير هذه توحي بان سيكون ستكون مشاركه شعبيه قويه ولكن في التقاليد الجزائريه في تاريخ الانتخابات في الجزائر المشاركه لم تكن دائما قويه لعده اسباب اولا احنا تعودنا على التزوير في الانتخابات فبالتالي الجزائري لا يشارك لانه يقول الامور محسومه من قبل احنا ننادي الى المشاركه لي تكسير هذا المنطق منطق هذا لعدم المشاركه في الانتخابات يعني ان حدثت ان حدثت المفاجاه وشارك الشعب الجزائري بكثافه هل سيكون ذلك في صالح منافسي بوتفليقه انا اعتقد اذا شارك الجزائري بقوه سيكون في صالح منافسي بوتفليقه لا يكون في مز... في م... في مصلحه بوتفليقه يعني ه... هذه شهاده مؤداها ان لأن الانتخابات لأن تكون مزوره من... نشوف اذا كانت مشاركه قويه اكيد ان الانتخابات ستكون شفافه وعاديه اذا كانت مشاركه قويه وانتخابات شفافه كذلك هذا شرط اساسي ان الانتخابات تكون شفافه لان الاداره عندها دور مميز الاداره هي اللي موجوده في امام في مكاتب التصويت المشكل في الجزائر هو ان في تقريبا 60 ألف مكتب تصويت ويصعب على المعارضه ان توجد نفسها في كل مكاتب التصويت، اما فهذا سهل للدوله لان الدوله عندها ممثلين تاع الاداره يكونوا في مكاتب التصويت، مم. هذا هو يعني ال ال الانتخابات في الجزائر تحسم في في في, في مكاتب التصويت. طيب الكلمه السرى ربما الموضوع الاهم في كل هذه الانتخابات هل ستكون شفافه ونزيهه؟ هل تمتلك ردا عن هذا التساؤل؟ الذي بالتاكيد يطرحه ملايين الناخبين في الجزائر. صح هذا هو هذا مشكل اساسي في الانتخابات لان تعرف الجزائر كساير دول العربيه الانتخابات فيها غير شفافه وغير عاديه وستكون دائما النتائج غير مقبوله وهذه تكون شرعيه منقوصه لو شارك الجزائريين بقوه ولو راقب المنافسين لبوتفليقه الصناديق بقوه بحضور قوي طول النهار ستكون شفافة هذا هو الشرط الأساسي هي مراقبة صناديق الاقتراع <applause> طيب الآن إن فاز البعض يتوقع بأن الانتخابات يقول أن الانتخابات محسومة لصالح الرئيس بوتفليقة إن افترضنا ذلك وفاز فعلا بالعهدة الرابعة ماذا بيده أن يقدم للجزائريين في الخمس سنوات الأخيرة بعد خمس خمسة عشر عاما من الحكم في الجزائر ماذا يستطيع أن يقدم لهم لا لا أعتقد شخصيا لا أعتقد لا اعتقد شخصيا ان الانتخابات محسومه هناك قوه او هناك اراده كبيره لدى الشعب الجزائري في التغيير هناك كذلك مشاكل اقتصاديه هناك مشاكل اجتماعيه هناك مشاكل تاع هذه الحكومه عندها مشاكل ملفات كبيره تاع الرشوه خاصه في ميدان المحروقات هناك كذلك شعور في 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 الشارع الجزائري ان ان في الجزائر في حاجه الى تغيير لان بقت البلد الوحيد العربي اللي فيه رئاسه مدى الحياه احنا لا نفتخر ب بهذا الوضع كنا البلد العربي الوحيد اللي عنده العهدات محدوده الاثنين ثم فتح الرئيس بوتفليقه الدستور الى الرئاسه مدى الحياه وهذه طرحت مشكلة هناك كذلك مشكل كبير اعتقد انه هو اساسي الرئيس بوتفليقه غير موجود في الساحه هذه انتخابات بدون رئيس هذه الانتخابات الاولى منذ 2500 سنه الانتخابات الاولى في اليونان تجرى بدون رئيس هذا عرس بدون عريس يعني هذا عرس بالتوفيض هذا انتخابات بتفويض رئيس بوتفليقة لم يخاطب الشعب الجزائري منذ سنتين فهو مريض الله يشفيه ولكن هو غائب من الساحة كيف يعقل أن رئيس مريض ألا تكفي ألا تك... يكفي يعني ظهوره ليست... مؤخرا على التلفزيون في عدد من الاستقبالات لمسؤولين من الخارج الذين زاروه والتقى بهم وشاهدناه على التلفزيون اوكي اوكي ظهر الرئيس الجمهوريه ثلاث مرات في ظرف شهر مع ضيوف اجانب لمده خمس دقائق لادلاء بتصريحات عندها علاقه مباشره بالانتخابات في حد ذاتها هذه غير مقبوله لان هذه يعني اقحام الجزائريين في شان داخلي يعني هي انتخابات شان داخلي ليس شان امريكا او اسبانيا او شان الاخضر الابراهيمي فبالتالي هذا في حد ذاته غير مقبول واعتقد ان الشعب الجزائري كسائر شعوب العالم لا يكتفي بظهور رئيس جمهوريه مره كل مره في شهر مع زياره زياره مجامله او زياره نعم. بروتوكوليه لضيف اجنبي هذا غير كافي هذا غير كافي هناك وهذا غير هناك اصلا هناك بعض المراقبين بلد بحجم الجزائر نعم بعض المراقبين يقولون بان الوضع الشعبي في الجزائر يشهد نوع من الاحتقان الكبير احتقان شعبي في الجزائر قد يتفجر في حالتين ان ثبت او ان اعتقد الشعب الجزائري ان الانتخابات مزوره وإن فاز الرئيس بهذه الانتخابات حتى وإن لم تكن مزوره، هل تتوقع هذا السيناريو فعليا انفجار شعبي أو انفجار هذا الاحتقان الشعبي بعد هذا هذين السيناريوهين؟ لا 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 اتوقع انفجار شعبي، الشيء اللي اتوقعه هو ازمه سياسيه خانقه لان لو فاز الرئيس بشفافيه اهل وسهلا سنرحب بذلك ولكن لو فاز الرئيس بتصوير واضح وشامل سيكون هناك رد فعل سياسي اولا عدم الاعتراف به كرئيس ثم شعبي كذلك لان اختصاب اراده الشعب لا يقبل اليوم ثالثا سيكون نقص مصداقيه هو الان ناقص صحه وسيصبح نقص مصداقيه كذلك هذا يعني انه ورطنا في ازمه سياسيه ليست الجزائر في حاجة إليها إن تحدثنا الآن عن المنافس الحقيقي كما يقال السيد علي بن فليسلي للرئيس الجزائري هل لديه حدود فعلية للمشاركة للفوز في هذه الانتخابات خصوصا وأن البعض قال أنه لم يكن ليترشح أصلا ويغامر باسمه وتاريخه إلا إن كان فعلا قد ضمن على الأقل أن ينافس فعليا في الانتخابات إن لم يكن الفوز فيها تعرف هذه الانتخابات الجزائريه اللي نعيشها اليوم ليست بالانتخابات العاديه اولا غياب الرئيس ثانيا شوف مثلا مثال عندما دخل بن فليس الى الانتخابات قبل ثلاث اشهر قليل كان الملاحظين الجزائريين وغير الجزائريين يظنوا انه عنده حظوظ باش الانتخابات في ظرف ثلاث اشهر جعل من نفسه المنافس الأول والكبير وأخطر منافس للرئيس بوتفليقة هذا يعني أن هناك طلب شعبي أن هناك انتظار في الشارع الجزائري ولدى النخبة ورغبة كبيرة في التغيير تغيير سلس على أساس برنامج وهذا راجل قدم ضمانات قدم برنامج قدم خطاب معتدل فانقلبت الامور في ظرف ثلاث شهور هذه في حد ذاتها ظاهره نادره وتتطلب في اعتقادي لكل ملاحظ سياسي جزائري وغير جزائري طيب انه هل هل هذه الشعبيه التي اكتسبها هذا هل هذه الشعبيه التي اكتسبها السيد بن فليس خلال ثلاثة أشهر كما تقول تأتي لأنه مرشح قوي فعليا استطاع أن يقنب الناخبين ببرنامجه ووعوده للجزائر مستقبليا أم لضعف منافسه الرئيس الحالي نظرا لمرضه الاثنين لان كذلك الخطاب هو دائما يصعب انك تدير حمله انتخابيه بالحصيله حصيله بوتفليقه الاقتصاديه كارثيه تعرف السوق الجزائري احنا ك ننتج بترول ونستورد مواد للاستهلاك واللباس وهذه المجرى ليس لدينا اصلا اقتصاد فبالتالي من هذه الناحيه بطاله كبيره عندنا قضايا تاع رشوه مست الري والطرقات والمحروقات هذه قضايا الفساد لعب دور مميز القضايا الاجتماعية كذلك لعب دور مميز وهناك كذلك البديل الذي جاء به بن فليس عندما طرح إشكالية اقتصاد أصلا إنتاج اقتصاد منتج موش اقتصاد ريعي كما نعيش فيه الآن اقترح حرية العدالة اقترح مثلا حرية الاعلام اقترح انك مثلا الرقابه للاداء الحكومي هذا شيء جديد في الجزائر تعرف نعم. الحكومه والبرلمان يتمتعوا بحصانه شبه كامله وهذا غير مقبول اليوم ان نعم. ان حكومه او نائب يتمتع بحصانه هذه موجوده في الجزائر طيب فهذا شكرا, شكرا, شكرا كذلك جزيلا لك. أخلقت الحياه السياسيه اخلاق في الحياه السياسيه شيء مهم كذلك شكرا جزيلا لك سيد عبد العزيز رحابي وزير الاعلام الجزائري السابق وايضا الدبلوماسيه السابق الذي كان معنا من العاصمه الجزائريه يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا على تويتر وفيسبوك